جزء، لو بتتكلم عن الدين وعن الفكر فانت جزء منه. كلما كان الانسان يتحلى بالرياضه، بيمارس الرياضه، عنده الروح الرياضيه والحافز الرياضي، كمان روحه وعقله بيبقى في حال عالي جدا من النشاط. وصلت بقى لاعبه، هاخدكم لكرة اليد، كرة اليد المصرية، في لاعبة مصرية وصلت الحقيقة، اللاعبة المصرية مروة عبد الملك ومروة الحقيقة مروة عيد ومروة الحقيقة يعني كانت بتلعب في الملاعب الأوروبية تحديدا في فرنسا في فرق فريق نيس الفرنسي، وده طبعا فريق نيس الفرنسي موجود في جنوب فرنسا، وهي اللي تقدمت ما بين الصفوف، متميزة جدا هذا الموسم وحصلت على لقب هدافة الدوري الفرنسي لكرة اليد بواقع 139 هدف في 22 مباراة. انتوا عارفين الأهداف في كرة اليد بتبقى كتيرة جدا، وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة اليد فوزها كأفضل لاعبة في الدوري الفرنسي. زي ما انتم شايفين دي صور مروة، ومروة الحقيقة محترفة، والحقيقة بتقدم مثل رائع للاحتراف. خلينا ناخد مروة ونكلمها ونحييها أيضا على هذا التميز. مروة عيد، مساء الخير يا مروة. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، ولي الشرف اكون متواجدة مع حضرتك موجودة في التلفزيون المصري. اشكرك جدا. يعني أنا سعيدة بيك يا مروة، لأنه الهاندبول يعني أو كرة اليد مش سهلة، بس كمان وجودك في فرنسا اللي هم من الفرق المتميزة، إنك تبقي موجودة في فريق نيس وتحققي هذا التميز، كلميني عليه. والله يمكن الحمد لله رب العالمين، أنا موجودة في فرنسا من 2010، موجودة في نيس من 2015، فالحمد لله رب العالمين. يعني الهاندبول هو مكاني وشغلي، يمكن أنا خارجة من النادي الأهلي، كنت لعبت منتخب مصر، فالحمد لله رب العالمين الواحد عنده من خبرات ما تكفي ان هو يقدر يشرف اسم بلده ويرفع اسم بلده، فالحمد لله رب العالمين السنه دي كان من احسن المواسم ليا. ربنا كرمني زي ما حضرتك تفضلتي وتكرمتي وقلتي ان انا اخذت هداف الدوري، احسن لعيبه في الدوري، فالحمد لله رب العالمين كان موسم كبير بالنسبه لي، وقدرت الحمد لله احقق طموحاتي فيه، سواء طموحاتي الفرديه والشخصيه والجماعيه مع الفريق كمان، فالحمد لله يعني كان موسم كبير، الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا عليه يعني الحمد لله. طب مروه قولي لي، يعني هذا التميز لانك من عائله رياضيه، انا عارفه ان عندك اختك كمان بتلعب هاندبول، يعني طبعاً. يعني انت من عائله رياضيه جدا، فكلميني البيت الرياضي ده هو اللي بيفرز ايضا محترفه رياضيه؟ طبعا طبعا اكيد دوت عليه عامل، لكن اولا واخيرا هي بتبقى موهبه ربنا سبحانه وتعالى مديها للواحد، احنا ما علينا بس غير ان احنا بنحاول ننميها وان احنا نتقي ربنا فيها، وعشان كده ربنا بيكرمنا في الاخر. لكن انا من عائله رياضيه فعلا، اختي الكبيره الكابتن هنا العيد كابتن النادي الاهلي كابتن منتخب مصر، اختي الصغيره برضو كابتن النادي الاهلي في الهاندبول، كلنا يعني اختي من سنين كانت نجمه كبيره ولاعيبه كبيره في النادي الاهلي ومدربه حاليا برضو في النادي الاهلي، فاكيد ده علي عامل يعني، لان انا كبرت في بيت رياضي ليا مثل اعلى قدامي كانت اختي الكبيره، فالحمد لله رب العالمين هي موهبه اولا واخيرا، الواحد بس بيسعى وبيجتهد وبيعمل اللي عليه والباقي كله بيبقى على ربنا. كده العيلة كلها والبيت كله بيلعب هاندبول، يعني كرة اليد عندكم هي يعني هي أجمل حاجة موجودة في البيت يعني. طبعا طبعا الهاندبول بالنسبه لنا حياتنا صراحه، الهاندبول هي حياتنا واكل عيشنا كمان، يعني هي بالنسبه لنا شغلنا، هي مش بس رياضه احنا بتبقى رفاهيه بالنسبه لنا، لا ده شغل لينا وبتاخد من وقتنا ومن مجهودنا سنين وسنين طبعا يعني. مجهود كبير طبعا. طب انا عايزه اعرف حاجه يا مروه، يعني انت موجوده في فريق نيس يعني في جنوب فرنسا، يعني حاجز اللغه بيبقى عامل ازاي؟ بتتعلمي بقى فرنساوي ولا بتتعاملي ازاي؟ ولا حاجز اللغه بيضيع وقت اللعب؟ يعني ازاي بتقدري، لان انت عشان توصلي لهذا التميز بتبذلي مجهود حتى في اللغه؟ طبعا طبعا يمكن اللغه الفرنساوي من اصعب اللغات اللي موجوده في العالم اعتقد. في اول كام سنه ليا من 2010 انا محترفه في فرنسا، طبعا كنت بتكلم انجلش بس مش اكتر، لكن بعد كده خلاص بالتعود وان انت بالممارسه، اللغه دايما معروفه انها ممارسه في اي مكان يعني، فاي لغه في العالم هي بتبقى علم وممارسه في نفس الوقت، واعتقد ان الممارسه اهم انك انت تدرسيها كمان، الاهم من ان انت تدرسي ان انت تمارسي اللغه، فاعتقد ان الموضوع كان صعب طبعا وخد وقت وخد سنين كتير، لكن بعد كده الحمد لله اللغه بالنسبه لي ما بقتش عائق خالص، كمان حتى في الاول خالص كانت عائق بالنسبه لي، لكن يعني لغه الرياضه او لغه الهاندبول او لغه الكوره خلاص، هي لغه الرياضه هي اللي بتبقى بالظبط هي اللي بتقود
بالظبط، يعني حتى لو مدرب بيكلمك بيقول لك على حاجه تعمليها بتاع، يعني هتفهمي حتى من غير ما انت فاهمه اللغه اللي هو بيقولها، لكن صحيح. هتحسي الكلام اللي بيقوله بس. فكانت ما الجمهور، كانتش ازمه. الفرنسي او يعني الناس بتحب الهاند بول، لو بالون لو بالون، لما بيشوفوا يعني بنت مصريه وناجحه بتحسي ان في تشجيع ليكي باسمك جوه الملعب طبعا. لما بتنزلي بالرقم بتاعك، يعني وضعك طبعا ايه بقى وسط الفرق والدوري الفرنسي؟ والله الحمد لله رب العالمين، الواحد ليه اسم كبير الحمد لله في الهاند بول في فرنسا، قدرت اسطر اسمي وسط نجوم كتيره واساطير كبيره عدوا على الدوري الفرنسي. الحمد لله رب العالمين، يعني ليا قيمتي وليا تواجدي هناك، وده برضو فضل كبير من ربنا سبحانه وتعالى يعني. ف الحمد لله، يعني الحمد احنا زي ما لله. قلت لحضرتك الواحد بيجتهد وبيتعب وبيعمل اللي عليه والباقي على ربنا يعني. بشكرك جدا يا مروه، اتمنى لك اشكرك جدا، التوفيق، شكرا ودايما فيك يا هنتابعك، وشيء مشرف انه دايما نلاقي يعني لاعبات مصريات الحقيقه بيتفوقوا في حاجات كتير. كره اليد زي ما انتم عارفين كمان من الالعاب الحلوه، وبالذات كره اليد دي نسائيه، واحنا عندنا فريق كره يد الحقيقه في مصر، وعندنا كمان كره اليد الشباب، يعني قد ايه كانوا متفوقين. فنتمنى لك التوفيق مروه عيد، لاعبه فريق نيس الفرنسي لكره اليد، وايضا ان هي تبقى يعني الهدافة وتبقى متميزة بهذا الشكل.